السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفدايرين؟ أخباركم؟ أعتذر عن الصوت ديالي، عيان شوية، الله ينشيكم، أنتم بخير. لي حلو الكلام إلا بالصلاة والسلام على حبيب الله، عليه أبا الصلاة والسلام على رسول الله. الفيديو ديال اليوم هو فعلا خطابات الملك ديالنا، أنه بغى يخدم وبغى يوصل المغرب لبر الأمان، ولكن للأسف الشديد الناس والوزارات ما خدامينش خدمتهم وما تيديروش داكشي اللي قال لهم الملك نصر الله، ما تيديروش. أين المستشفيات؟ غياب الأطباء، غياب الممرضات، وسخ. إلا مشيتي للسبيطار عول على راسك، ما تدخل غير إلا شافيك الله، صافي، إلا عطو عمرك طويل إلا شافيك الله. مالك الكلينيك داكشي ديالهم، ديال الكلينيك ديال الخصوصي، هادوك هي جزاره، هادوك هي جزاره، وكاين 5 ايطوال، وتدخل وداكشي تدير تشيك اب ديالك ولا تدير سميتو، ولكن هادوك هي جزاره. تيكون عندك حتى شي حاجه تيقول لك خصك تفتح هادي، ورا اللهم ان هذا منكر عباد الله. واش الناس تتموت في السبيطارات؟ سيدي ربي والملك تي بيجرب هاد البلاد، وما تيفسدوا فيها وتيجروا فيها، ينزلوا على التحت وهو تيتضرب باش يطلع على الفوق، وما تينزلوا على التحت. اين المستشفيات؟ تتمشي المستشفيات في قرى نائيه، ما تتلقى حتى حد، الناس مساكن، الناس ناعسين في الارض، اللي والده في الارض. انا القطابه ما عمرها بتحيد ليا من بين عينيا في مستشفى محمد الخامس ديال مراكش، كنت اتصلت بيا واحد السيده مسكينه، كانت عندي في الدار، قالت لي عافاك الله معايا بنتي تتولد. مشينا لتما لقينا المراه يلاه توفات، ولدات ما بغاش يحلوا ليها. وهاتي كيديرين هذوك الممرضات؟ هذوك ماشي ممرضات، ماشي ملائكه الرحمه، هذوك ماشي تنعمم، ما تنعممش، كاينين ممرضات اللي في المستوى وتيخافوا الله ولكن اكثرهن لا يخافون الله. عرفتي يجيب واحد وجههم بعدا مغضوب عليه، نزل عليه غضب الله سبحان الله العلي العلي العظيم، وتتشوفك تعطي الفلوس وتتقلبهم شحال، للأسف الشديد تتقلبهم. البنت مات، البنت ولدها ليها الأولى ما خلاوهاش تدخل للسبيطار، مات تما للأسف الشديد في 2013، مات تما. هادشي أنا اللي شاتي بعينيا، هما الآلاف مساكن مليوعين، لا في محمد الخامس ولا في مستشفيات المغرب كله، الملك تيحاول يجبد وحنايا تنزلوا، وشكون اللي تينزل؟ الوزاره الفاسده هي اللي تتبدا تنزل اللي ما دايراش شغلها. يبدا تراقبوا المستشفيات والمستوصفات شنو هو عباد الله، لا السبيطارات ولاو هذاك سميتهم بعدا شي يقولوا لهم محمد الخامس وما عرفتش ديك السميه سيوش محمد سانك، عرفتش هي هذيك سميتها، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المهم راه هذوك راه من اكبر، راه خصهم يكونوا ما عرفتش شنو فيهم، ومصوبين على اعلى طراز، باش مصوبين بالجزاق لاخشيتيكتور ديالتهم بأعلى طراز. ولكن للأسف الشديد راه مالكنا راه ما هادشي يقدر يوفي هادي وهادي. هو تيقول في الخطاب ديال كنت يضل يخطب الصغبي، تيقول إلا 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 شتو منكر غيروه، باش بيتغيري إلا غيرتي دغيا تيجي وقلقبو عليك يديوك، باش بيتي تغيري، باش المستوصفات، المدارس العمومية تتلقاي 3-4 في طاولة واحدة. شهادة راه لا زعما ولينا تنعيشو. حنا ملي كنا في الثمانينات تنقراو،
كنا تيكونوا جوج في الطاوله، دروك اربعه في الطاوله، وكيكثروا الناس ولكن كيكثروا المدارس، المدارس غير مسدودين، مدارس دوك المدارس الصغرى في القرى غير مسدودين، الناس بانيينهم غير اهل الخير اللي بانيينهم غير اهل الخير، غير مسدودين. زعما عندنا حنايا اللي مرض الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ امهات سيدنا محمد ومشى عندهم للسبيطار، الا من اخذ الله بيدي وكان ربي عوينو. هادشي اللي قال واحد سيدي لا الى عمرك تورا غادي تخرج من عندهم ما غادي طرا لك والو. مرة انا قلت لكم بنتي، قلت لكم في فيديوهات قديمه بنتي ضربها الزاز ومشى وحنا ما كناش، وكانوا غير الناس اللي في الدار اللي في الدار ونادوا الدواء المستعجلات، والله ما عرفوا يخيطوا ليها صبع هذاك ديك اللحم، الصبع الصبع الصغير، الصبع ماشي الصغير، الصبع داك الثاني ما عرفوش يخيطوا ليها، واحد تيعطي الاخر، والبنت تغوت واحد بحال اش هاد اش هاد اش هاد المنكر فاش ولينا، اش هاد المنكر، اش هاد المنكر عباد الله، اش هاد المنكر. التويا انت تجيبهم الدولة وتعجبهم الملك من دول القرى وتعطيهم وتفرقهم بيناتهم، تفرقهم حق الله. اشتابعيني في مدينة أسفي، اشتابعيني في مدينة أسفي، إلا ما عندك كود بيستو ما عندك سميتو والله ما والتوا ضروري اعطيه لك اللي عندهم اللي موجود في السبيطارات، السبيطارات الصغرى. دخلتني لمخزن سد تيتسد تيتسد بالساروت، وجبدات لي اشكال وانواع ديال لي زونتيبيوتيك وديال الادويه اللي ما تتعطاو غير لفلان وفرتلان. هو ماشي هذا منكر، ماشي منكر، هذا ماشي منكر. ويجيبوا الناس مساكن الفطور، ويجيبوا الشهيوات، ويجيبوا الدجاج، ويجيبوا اش هذا، فين فين حنا، فين واش حنا اللي في القرن 21 ولا تنضحكوا على ريوسنا؟ راه لله الامر من قباعتي، زعما وصل السيل الزوبة ويعزة ربي، وصل السيل الزوبة، وهذا الشيء اللي غاديين به اللي غاديين فيه راه ما غاديين ما غاديين به. لقيتاش الناس تظلم نفسها وربي حرم الظلم وتظلم الناس. على يا وزير الصحة، علاش تخلي المستشفيات وتخلي وزير التعليم تخلي التعليم في هذيك الحاله، ووليتي ينهبوا فينا اصحاب البريفي اصحاب المدارس الخاصه ينهبوا فينا، كي تيشوفوا فينا كاف دي فيكتيم، تيشوفوا فينا كدي فيكتيم كدي فيكتيم، يبا ينهبوا فينا ويشدوا الفلوس ويشدوا خرجوا بيسيات جيبي 5000 درهم الولد كل بنتك الا بغيتي تقرا في البيسي، البيسي ما يخرجش من المدرسه، خلصي 5000 درهم والبيسي يبقى في المدرسه. هذا اللهم انا هذا منكر، اللهم انا هذا منكر مالكنا، ما خلاه بيرفع البلاد ولكن ما خلاوش. للاسف الشديد تجي وزراء اكفس من وزراء، ولله الامر من قبل ومن بعد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.